السلام الله عليكم مشاهدي ومتابعي قناة زديد تي في في كل مكان، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودرج جديد. في حلقتنا اليوم سوف نقوم بتنبؤ كبير ورائع جدا لشركة سامسونج أو الشركة الكورية العملاقة سامسونج، والتنبؤ للهاتف الجديد أو هاتفها الرائد جالاكسي اس 9. وقبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، إذا كنت جديد معنا في القناة المرجو الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بباقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله. Stay tuned. استطاعت شركة سامسونج العملاقة الكورية من أن تضع بعض المميزات والابتكارات الجديدة والفريدة من نوعها في هواتفها الرائدة جالاكسي اس 8 وجالاكسي اس 8 بلس وجالاكسي نوت 8 لهذا العام، وقامت بذلك بكل براعة وأثبتت أن ما زال لديها الكثير والكثير من الإمكانيات الجديدة لتقدمها لنا دائما في كل عام، وأصبحت الكثير من الشركات الأخرى تستخدم مما تنتجه سامسونج من تكنولوجيا جديدة وتضعها في هواتفها الرائدة. فأصبحت سامسونج بذلك هي الرائدة في مجال الهواتف الذكية والأعلى في مبيعاتها، وأصبح الجميع ينتظر ما سوف تقدمه من تكنولوجيا جديدة. والآن حان دور الهاتف الرائد المنتظر جالاكسي اس 9 في الحديث، والذي يتوقع الخبراء أن تقدم فيه سامسونج مفاجأة جديدة كما فعلت مع الهواتف السابقة له في هذا العام في الانفينيتي ديسبلاي. ففي هذا العام خرجت لنا سامسونج بأفكار جديدة في هواتفها الرائدة، حيث قامت بوضع شاشة كبيرة تحتل نسبة أكبر من المعتاد في الواجهة الأمامية مع حواف رقيقة على أطراف الشاشة، ثم قامت بعد ذلك بالتخلي عن زر القائمة الرئيسية الأمامي، وبدأت الشركات الأخرى في تقليدها بعدة أشكال مختلفة، وبدأت تنتشر شاشات العرض بمدى أقل في معظم الهواتف الرائدة الآن. ولذلك فقد نرى بعض التطورات الجديدة في الهاتف جالاكسي اس 9 كما عودتنا سامسونج في كل عام. ووفقا لمجموعة الدي بي اس للتصميمات، والتي تقوم دائما بصناعة تصميمات تنبؤية عن تصوراتها للهواتف القادمة على الشكل صور ومقاطع فيديو، فقد أصدرت هذه المجموعة مقطع فيديو جديد عن تنبؤها لهاتف جالاكسي اس 9 المنتظر. وقامت بذلك على أساس الشائعات والتسريبات والتوقعات المنتشرة على مواقع الانترنت لهذا الهاتف. ووفقا لما جاء في ذلك المقطع، فقد ظهر الهاتف الجديد جالاكسي اس 9 بشاشة عملاقة بجودة كواد اتش دي او كيو اتش دي، وجاءت الشاشة بمساحة كبيرة في الواجهة الامامية تماما جاءت في هواتف سامسونج الرائدة السابقة، مع نفس نسبة العرض لارتفاع 9.18 والشاشة ذات الجودة كيو اتش دي. وبالنظر إلى التطورات المتتالية التي تدخل على سلسلة S الرائدة، فإن الهاتف الجديد يتوقع أن يأتي بشاشة كاملة مع 3 أزرار تعمل باللمس في الأسفل، وقد يأتي جهاز استشعار البصمة مدمجا في الزر الأوسط، وهذه قد تكون إحدى الابتكارات الجديدة من سامسونج. وقد يأتي الجزء الأعلى من الشاشة مشابها لهاتف آيفون إكس الجديد مع نفس النتوء الموجود في الشاشة، والذي يحتوي على الكاميرا الأمامية المزدوجة وأجهزة الاستشعار وسماعة المكالمات. كما قد يأتي الهاتف أيضا مع نفس منفذ USB من نوع Type C الموجود في أحدث هواتف سامسونج، بالإضافة لمنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم في الجانب السفلي من الهاتف. وجاء مقطع الفيديو كذلك ببعض المواصفات التقنية المتوقعة للهاتف، حيث يتوقع أن يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت. كما يأتي الهاتف بالتأكيد مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 18 ميجا بيكسل فهي كثيرة، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 13 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 3600 ميلي أمبير ونظام تشغيل أندرويد أوريو 8.0 الجديد.
وفي النهاية هذا هو ما ظهر في المقطع، ونحن نتطلع إلى العديد من المفاجآت الأخرى مع مرور الوقت، فبالتأكيد سيكشف لنا العام المقبل عن الكثير من خطط سامسونج التي قد تتغير. ولكن على أي حال فنحن الآن لدينا نظرة مبدئية حول ما يمكن توقعه من العملاق الكوري سامسونج، ونأمل أن نعرف ما هو أكثر من ذلك في أقرب وقت ممكن. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقة اليوم مشاهدي الكرام. أضرب لكم موعد في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك لكي تصلوا بواقع حلقاتنا قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. Peace.